تبين لكم هذا البرنامج، تكلمت عليه، جعلت له كم من فيديو هذا البرنامج. لماذا قلت لكم هذا البرنامج؟ لأنك تستطيع أن تخرج تلسكوب لا يحمل لك، وأنت باستطاعتك أخرج آخر أحسن منه. لماذا جعلت هذا؟ لأن أنا وقعت فيها أيامات الأولى الذي كنت أعمل بالرافعات هذه روبوتيك، وقعت في هذا الخطأ. هو في الحقيقة خطأ، عندما تخرج تلسكوب من رأسك، تبرمج تلسكوب من رأسك، يعطيك الحمولة، لكن لا يعطيك حمولة مثل حمولة المصنع. مثال هنا، تقول أنت أخرج هذا نصف نصف نصف، 45 45 45، أو يعطيك هنا في 20 متر، هاي 20 متر، يعطيك 8 طن، 8.9، أو بجانبه هذا يعطيك 9.6. هذا 9.6 أهوينا، تنزل هنا تجد هذا 90 وهذا 90. هنا ربحت 1 طن، هاي من 8.9 9.6، ربحت تقريبا أكثر من نصف طن، نصف طن فاصل 2، ربحت نصف طن فاصل 2. في ليبر كذلك تجد برنامج الحمولة في جهازها الرقمي بدون كتيب. هذا الكتيب يجب أن لا تخطأ فيه كذلك، يجب أن تجد الصفحة المناسبة. التيركس الروبو يجب أن يعود إلى الخلف، فيليبر والغروف يتوقفون الفوق، وهذا الاختلاف الذي بينهم. يرجع هنا فيليبر والغروف، تضغط على هذه يأتي الروبو يذهب وحده ويعود وحده، في هذه لا، أنت تذهب به وأنت تعود به، هذا الاختلاف الذي بينه. قلت لكم جدول الحمولة هذا مهم جدا، لدرجة أنك لا تستطيع أن تستغني عنه، يجب أن تأتي في الصفحة المناسبة. الصفحة المناسبة، كيف تعرف الصفحة المناسبة؟ بوزنك المضاد والأرجل. أريتكم الأرجل 7 أمتار، تبحث عن 7 أمتار، وإن كنت أخرجتها في 4 أمتار تبحث عن 4 أمتار، وكذلك تبحث عن الوزن المضاد كم جعلت في الوزن المضاد. عندما تجد الصفحة المناسبة تجد الوزن المناسب، لأنك إن أخطأت في الصفحة تخطأ كذلك في الوزن. المهم من الأحسن أنك تملأ جدول حمولتك بهذا الكتيب. هذا جدول الحمولة فيليبر تجده هنا، وفي هذه في التيراكس وفي الجروف تجده في كتاب. جروف عندها أكثر من 5 كتب جدول حمولة. هاي مثال هنا، أعود لكم من جديد. مثال هنا، هاي 20 متر، هذه مداكة، هاي بورتي مداكة بينك وبين الحمولة 20 متر. هاي هنا لا تستطيع، تجد هنا 7 طن، وتجد هنا 8 طن، وهنا 8.4. هاي هنا 8.4 أحسن. عندما تنزل هنا تجد هاي هنا 100%، هاي هنا زائد نصف 0.1 طن. المهم من الأحسن أنك تتبع هذا الجدول. قراءة هذا الجدول سهل، خاصة في هذه التيركس. جعله هنا مثال، هنا كتب بي وش معنتها، هذه اش وش معنتها، الكا هذه وش معنتها، دي اس ما معنتها، وهذه تي ما معنتها. مثال هنا او بي، تجد هنا او بي لا تعرف ما معناها هنا، لكن عندما تقرأ هنا تلقى كاباسيتي دو شارج ماكسيموم، تقول لك في أقصى حمولتها كم تحمل في هذه. من بعد اش او، هذه عدد لفات الكوابل من 1 حتى 3، وهنا من 1 حتى 4، مفروض عدد لفات الكوابل. هاي موفلاج دو كابل، هاي موفلاج دو كابل دو لوفاج، سما عدد لفات الكوابل من 1 حتى 4، هنا من 1 حتى 3. جي هذه الكا كود دو لوفاج، كما وريتكم اريتكم، عندما تجعل الكا معناتها هذه 22 ولا 23 كود تاع تلسكوب هذا.
مثل هنا درت 24 هاي 90 90 90، طحت 24 كود تاعها 24. وهذه دو اس سيليكسيوني دوني دو اوتيليزي، هذه ماني لا اعرفها منش معناتها، دبل 02 هذا ثاني كذلك كود، مفروض انه كود ها هو الى دبل 02. هذا الكود تذكرته برنامج على الارجل، هذا برنامج على الارجل. وهذه تي لونغور دو اكستيون دو تيليسكوب، تسمى طول تيليسكوب تي. هذا بالنسبه للمئويه. المهم هذا الجدول انا جعلت لكم له فيديو ولا اطيل عليكم. هذه الصفحات التي تجد فيها 0% و20% مباشره لا تذهب اليهم لانهم مختصين بالسهم مساعد. والسلام عليكم ورحمه الله.